بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أحمده على فضله وإحسانه وإنعامه وتوفيقه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم باب ما جاء في خاتم النبوة. خاتم النبوة أو خاتم النبوة. باب ما جاء في خاتم النبوة. ماذا أراد به؟ قدر ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى في شرحه هكذا: باب ما جاء في الشيئين وقادر ولون خاتم النبوة. والحديث في هذا الباب تفصل شأن خاتم النبوة وكذلك قادرها قادره لونه. لكن ملا علي القاري قدر من وصفه ما جاء في وصفه من القدر واللون ومحله. محله أضاف المحل إليه. هذا ما جاء في خاتم النبوة أي في تحقيق وصفه من لونه ومقداره وتعيين محله من جسد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ومن كونه من العلامات التي كان أهل الكتاب يعرفونها. وهذا أيضا يبين في هذا الباب حديث الباب تفصل هذه الأمور. وصف ماذا كان لون خاتم النبوة؟ كم كان مقدار خاتم النبوة؟ أين كان محله من جسده الشريف؟ وكذلك هذه العلامات مما كان يعلمها أهل الكتاب. نعم يعرفها أهل الكتاب. ثم الخاتم هنا إما بالفتح أو بالكسر. خاتم النبوة أو خاتم النبوة. إذن لو كان خاتم هو وزن فاعل، فاعل ما يفعل به، مثل الطابع ما يطبع به، يعني خاتم ما يختم به. إذن ما هو المراد هنا بخاتم النبوة؟ الأثر الحاصل به. الأثر الحاصل به يعني بالختم. نعم. ثم الأثر الحاصل له أين؟ بين كتفيه. لماذا سمي خاتما هذا الأثر؟ لمشابهة الخاتم الذي يختم به وهو التابع. ثم خاتم النبوة لماذا أضيف هذا إلى النبوة؟ لأنه لدلالته عليها. وهذا الخاتم وهذا الأثر يدل على النبوة. ثم متى ختم به؟ هل ولد مختوما بهذا الأثر أو بعد ولادته ختم؟ اختلف العلماء. بعضهم قال أنه ولد كذلك مختوما بهذا الأثر. وبعضهم قال أنه طبع به ختم به بعد ولادته. هكذا قولان.
ففي حديث البزار وغيره بيان وقت وضعه متى وضع وكيف وضع ومن وضع هو قوله يا رسول الله كيف علمت أنك نبي هكذا سئل نعم وبما علمت حتى استيقنت قال أتاني اثنان وفي رواية ملكان وأنا ببطحاء مكة فقال أحدهما لصاحبه شق بطنه فشق بطني فأخرج قلبي فأخرج منه مغمر الشيطان وعلق الدم فطرحهما لو علق الدم نعم فأخرج منه مغمر الشيطان وعلق الدم فطرحهما فقال أحدهما لصاحبه يغسل بطنه غسل الإناء وغسل قلبه ثم قال أحدهما لصاحبه خط بطنه فخاط بطني وجعل الخاتم بين كتفي كما هو الآن وولي عني فكأني أرى الأمر معاينة في هذا الوقت رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأمر معاينة وقبل ذلك هو كان يعلم أنه نبي نعم هذا هكذا في يعني حديث البزار وهذا يدل على أنه ختم بخاتم النبوة طبع به حينما كان ببطحاء مكة وهذا بعد أن كبر مثلا هذا يعني حينما كان ابن 10 سنين نعم هو الشق الثاني لبطنه الأول كان كما بينت أمس عند سيدتنا حليمة السعدية رضي الله عنها ثم وهنا رواية أخرى عن أبي نعيم أنه لما ولد أخرج الملك صرة من حرير نبيض فيها خاتم فضرب على كتفيه كالبيضة يعني بعد ولادته طبي فإذا حديث هذان الحديثان يدلان على أن الخاتم بعد الولادة نعم ثم ومع ذلك اختلف فإذا يمكن يكون هناك أولا الطبع الوضع هذا الخاتم بعد ولادته ثم بعد ذلك ممكن يكون هناك تعاهد أو يعني تزيين وهكذا شيء من الأمور الذي جرى متى هذا تزيين تجميل هكذا إضافة بعض الأشياء إلى هذا الخاتم متى حينما كان بالبطحاء هكذا يمكن أن يجمع على كل حال كان بعد ولادته ثم هذا الخاتم هل كان لنبي آخر؟ هذا علامة ختم النبوة للنبي بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا الأثر دليل على خاتم النبوة أو على النبوة؟ هذا أثر يعني هذا الأثر هو المراد بالخاتم فهذا الأثر هل هو علامة دلالة على النبوة فقط أو على ختم النبوة؟ لو كانت علامة على ختم النبوة فلا يكون لغيره صلى الله عليه وسلم لو كان هذه علامة للنبوة فيمكن أن يكون لغيره على كل حال ماذا يدل هل هناك دليل من الحديث على هذا الأمر نعم الحاكم رحمه الله أخرج عن وهب بن منبه رضي الله عنه لم يبعث الله نبيا إلا وعليه شامات النبوة في يده اليمنى نعم كان لكل نبي هكذا شامة النبوة علامة النبوة ممكن يختلف هذا لونا وصفا هكذا مقدارا صفة ومع ذلك كان لكل نبي علامة النبوة أين كان في يده اليمنى نعم سائر الأنبياء غير النبي صلى الله عليه وسلم
غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت شامة النبوة في أيديهم اليمنى ما كان بين أكتافهم إلا نبينا صلى الله عليه وسلم فإن شامات النبوة بين كتفيه وعليه فوضي الخاتم بين كتفيه بإزاء قلبه مما اختص على سائر الأنبياء نعم فإذن هذا ما بين كتفيه يعني في مسامطة القلب نعم هكذا وضي وهذا الحديث يدل على أن هذا يعني دليل النبوة لكن نبوته صلى الله عليه وسلم ختمها نعم نبوته صلى الله عليه وسلم بالختم هو خاتم النبيين نعم ثم ما هذه يعني ما هذا الأثر هذا قطعة لحم ناطية هذا ختم النبوة قطعة لحم ناطئة بارزة مرتفعة كانت يعني بين الكتفين ثم هذا مغطى بأشعار حولها أشعار وكذلك نكت صغيرة مثل يعني حبة ثم هكذا يعني نقط سوداء حولها ثم كان هناك مكتوب عليه كان على هذا اللحم بعض المكتوبات في تاريخ نيسابور لا للترمذي الحكيم نعم أخرج الترمذي الحكيم حديث في شأن خاتم النبوة وهو كبايلة حمام مكتوب بباطنها الله وحده لا شريك له مكتوب بباطنها في باطنها هكذا كان الله وحده لا شريك له وبظاهرها يعني كان مكتوب بظاهرها توجه حيث كنت فإنك منصور توجه حيث كنت فإنك منصور الله تعالى ينصرك نعم وهكذا كتابان ظاهرا وباطنا ثم كان هناك كتاب آخر يعني في تاريخ نيسابور مثل البندقة مكتوب فيها باللحم محمد رسول الله فإذا هكذا مكتوب أمور ثلاثة الله وحده لا شريك له كذلك توجه حيث شئت فإنك منصور حيث كنت أو حيث شئت هكذا في رواية أخرى فإنك منصور كذلك محمد رسول الله بأي شيء كانت الكتابة يعني باللحم باللحم نعم لذلك لا تندرس هذه الكتابة نعم هذا هو ختم النبوة يعني هناك قطعة لحم بارزة ناتية قليلا حولها أشعار وكذلك هناك نقط ثم مكتوب عليه هذا نعم هذا كان في مسامطة قلبه بين الكتفين نعم ثم نعم نقرأ الحديث وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد رضي الله عنه قال أخبرنا حاتم بن إسماعيل رضي الله عنه عن الجعد بن عبد الرحمن رضي الله عنه قال سمعت صائب بن يزيد رضي الله عنه يقول ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجيع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتولأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة صائب بن يزيد ذهبت به خالته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أخت أمه ذهبت لماذا؟ لأجل العلاج علاج الروحي لأنه كان وجيعا أصابه الوجع ثم فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ممكن كان الوجع والألم في رأسه لذلك أراد بهذا المسح
إذهاب هذا المرض ببركة يده الشريفة. نعم. ثم ودعا لي بالبركة، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالبركة. نعم. البركة يعني النماء والتكسير، إذن البركة يعني الكثرة في الخير والنماء في الخير، هذا هو. وتولى تولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشربت من وضوئه وقمت خلفه. إذن دعا لي بالبركة، الله رت بركة دعائه صلى الله عليه وسلم في السائب بن يزيد رضي الله عنه فوق، حينما بلغ فوق 90 في 94 من عمره لا يضعف بصره ولا سمعه، هكذا كان يعني قويا في جميع بدنه صحيحا، هذا ذكره الشراح. ثم كذلك وتولى فشربت من وضوئه، شربت من وضوئه، أي شيء هذا الوضوء يطلق يعني على الماء المعد للوضوء يعني قبل الوضوء، رجل يعني أخذ ماء لأن يتولى به في إناء، إذن هذا الماء المعد للوضوء قبل التولى به يقال وضوء. كذلك الماء الذي يستعمل في الوضوء مما يمس يسيل من وجهه وكذلك يديه رجليه، هكذا هذا الماء المستعمل أيضا وضوء. كذلك وضوء الماء الذي بقي بعد تولؤه في الإناء، لو كان يبقى في الإناء الصغير ما فضل من تولؤه يقال له إذن. فإذا ما المراد بالوضوء هنا؟ الأولى والأحسن أنه شرب مما سال من أعضائه من وضوئه، هذا هو أكثر بركة. نعم. فشربت من وضوئه يعني سال من يديه ويعني وجهه، هكذا هو أخذ يعني شرب. ثم وقمت خلف ظهره، فذلك هو قام خلف ظهره، لماذا؟ تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، هكذا كانت الصحابة كلهم. ثم فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة، هذا بيان المقدار والوصف يعني هذا وصف إجمالي لخاتم النبوة، زر الحجلة، الحجلة بيت العروس كالقبة، للعروس يبنى بيت، هذا مثل القبة يعني تزين هذه القبة، هذا البيت يزين بالعراء والأزرار، زر يعني هذا مجموعة خيوط، يكون هكذا مجموعة خيوط تعلق في جوانب هذا البيت هذه القبة. فإذا كذلك يعني حينما رأى هذا الأثر يعني هذا القطع هذه القطعة اللحمية المطبوعة بين كتفيه مغطى بأشعار حولها شعر، هكذا نظرا إليه شبهه به. نعم. فإذا في هذا الحديث يعني مشروعية التبرك، تولى فشربت من وضوئه، وكذلك ظهر بركة يده الشريف، يده الشريفة على الرأس السائب بن يزيد رضي الله عنه أيضا، فشاب يعني شعر رأسه، ظهر الشيب في شعر رأسه إلا ما مسته يد الشريفة، هذا المكان يعني حينما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على رأسه ومسح، فهذا المكان الذي مسته يده الشريفة ما أصابها شيب. نعم. هكذا بينه الشراح. نعم.
ثم وتولى فشربت من وضوءه. ثم وبه قال حدثنا سعيد بن يعقوب التلقاني يعقوب الطالقاني رضي الله عنه قال أخبرنا أيوب بن جابر رضي الله عنه عن سماك بن حرب رضي الله عنه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. فإذا هنا بيان موضع هذا الخاتم ومقداره أيضا. غدة يعني قطعة اللحم يقال لها غدة غدة حمراء غدة حمراء مثل بيضة الحمامة يعني مقداره مقدار بيضة الحمامة يعني هذا صغير جدا هكذا كان. ثم وقال يعني حمراء ماذا كان لونه؟ يختلف لونه لون بشرته صلى الله عليه وسلم. حمراء معناه مائلة إلى الحمرة ليست الحمرة الشديدة بل يعني مائلان إلى الحمرة. لو كان هكذا فيكون في لون بدنه لم يختلف. لكن هناك ورد روايتان أخريان في أحدهما وصف أن خاتم النبوة أسود في رواية أخرى أنه أخضر. كيف يجمع بين هذه الثلاثة حمراء سوداء خضراء؟ نعم ولا قيل فيه رد يعني في هذه الرواية رد لرواية أنها سوداء وخضراء عندها هكذا قيل ولا رد فيه. لماذا؟ الهيثمي رحمه الله يشير إلى الجمع بين هذه الروايات الثلاثة رواية الحمراء والسوداء والخضراء لأن حمرتها بالنسبة للون جلدها بالنسبة إلى لون جلدها الحمرة. نعم إذن ممكن يشتد الحمرة قليلا هكذا لتفاوت قليل. وخضرتها وسوادها بالنسبة لما فيها وحواليها من الشعر يعني هذا اللون يوصف بالمقارنة إلى لون آخر فإذا يختلف. نعم فإذا بالنسبة إلى السواد يمكن أن يقال لا يعني كما قلت هذه القطعة هذا الأثر خاتم النبوة كان مغطى محيطا بالأشعار. فإذا واحد يصف هذا الخاتم أسود لماذا؟ نظرا إلى لون هذه الأشعار التي أحاطته هذا معنى السواد. ثم لما فيها وحواليها من الشعر. ثم الخضرة بالنسبة لما فيها نعم في هذه القطعة من اللحم. نعم ثم ورد في رواية مسلم أيضا أنه كان على لون جسده صلى الله عليه وسلم نعم كما جمع الحافظ الهيثمي رحمه الله ابن حجر جمع بين هذه الروايات عبد الرؤوف المناوي أيضا عبد الرؤوف المناوي جمع قال أي تميل إلى الحمرة فلا تدافع بينه وبين ما ورد أن الخاتم كان في لون بدنه الشريف. قال الإسلام وفيه رد لرواية أنها سوداء أو خضراء واعتر له الشارح بأنه لا رد فيه لأن الحمرة لون الجلد وخضرتها وسوادها بالنسبة لما فيها أو حولها من الشعر عندها. ثم عبد الرؤوف المناوي يقول وليس بسديد
أما أولا فلأن هذه الرواية غير ثابتة، والاشتغال بكون هذا الحديث يردها أولا لا طائل تحته. أما ثانيا فلأن ما ذكره من صرف خضرتها أو سوادها للشاعر فإنه وإن كان قريبا من رواية سوداء إلا أنه بعيد برواية خضراء، إذ لم ينقل أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان شعره أخضرا، بل المشاهد أنه ليس شيء من شعر الإنسان بأخضرا فتدبر. هكذا ذكر عبد الرؤوف المناوي، لكن هو غفل عن قوله ابن حجر رحمه الله، هو قال خضرتها وسوادها بالنسبة لما فيها أو حولها. فإذا الخضرة بالنسبة إلى ما فيها، السواد بالنسبة إلى ما حواليها من الشعر. نعم هكذا. فإذا لا بس، يعني الخضرة بالنسبة لما فيها، هذا كيف يكون هذا الخضرة تاني؟ هذا عندما يرى لون الدم إلى الخارج، يعني في بدن إنسان لونه جلده أبيض جدا، الذي اجتمع في مكان يعني من داخل الجلد الدم الذي اجتمع يظهر كأنه أخضر، هذا يعني معروف مشاهد لا ينكر. هذا الذي ذكره ابن حجر. عبد الرؤوف المناوي يعني هو يعني سها ثم حديث. فإذا هكذا يعني قطعة لحم جمة لحم، فإذا يجتمع هنا الدم إما دائما أو في بعض الأحيان. فإذا لو نظر إلى ما يظهر من داخله من مجتمع الدم يمكن أن يصفه أخضر، وإلى ما عندما ينظر إلى لون بشرته يمكن أن يقال أنه أحمر، يعني أبيض مشوب بالحمرة. هكذا لو نظر إلى ما حوله من الأشعار والنكت، أيضا هناك يعني نكتة موجودة سوداء، يمكن أن يصفه بأسود، لا بس. ثم هذا جم جميل جدا. ثم حديث آخر، وبه قال حدثنا أبو مصعب المديني رضي الله عنه قال أخبرنا يوسف بن ماجشون رضي الله عنه نبيه عن عاصم بن عمر بن قتادة رضي الله عنه عن جدته رميثة رضي الله عنها، جدة من عاصم، نعم رميثة، قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي صحابية، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا سمع؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن نقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلته، يقول لسعد بن معاذ رضي الله عنه يوم مات اهتز له عرش الرحمن. نعم رميثة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا سمع؟ يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن، هذا قوله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي قال. القول هذا، لكن في هذا الحديث وصف خاتمه صلى الله عليه وسلم، لذلك ذكر هذا الحديث في هذا الباب. ولو أشاء، أن هذه جملة معتردة، ولو أشاء ولو أريد أن نقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلته، يعني أتمكن من تقبيل هذا الخاتم، إلى هذا الحد كنت قريبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لفعلته. لكن ما قبلت، يعني ما أرادت، لذلك رميثة
كحذيفة رميثة بنت عمرو بن هشام بن المطلب بن عبد مناف ابن أم حكيم والدة القعقاع صحابية صغيرة. نعم. فإذا هذا هشام بن عبد المطلب. هشام بن المطلب عبد المطلب لا. إذن هي تجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. وهذه هي بنت عمرو بن هشام بن المطلب بن عبد مناف. نعم. إذن لذلك يعني هي كانت قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم يعني في المكان لأجل هذه القرابة. نعم. مع ذلك هي ليست بمحرمة للنبي صلى الله عليه وسلم بل هي أجنبية. ومع ذلك هكذا يعني كما يجري بين رجال ونساء عشيرة واحدة قريبة. لكن هي ما قبلت. نعم. لو ممكن هي أجنبية لذلك ما قبلت. نعم. هذا بيان للقرب. فإذا في هذا الحديث بين موضع الخاتم أين كان بين كتفيه. نعم. من قربه أي لأجل قربه. نعم. يقول لسعد سمعته يقول لسعد يعني في شأن سعد بن معاذ في حق سعد بن معاذ رضي الله عنه عن سعد بن معاذ رضي الله عنه قال متى قال يوم مات يوم استشهد اهتز له عرش الرحمن اهتز له عرش الرحمن. ماذا أراد بقوله اهتز له عرش الرحمن؟ هل هو حزنا أو فرحا؟ هذا الاهتزاز بسبب الفرح ليس حزنا بل فرحا. أي تحرك فرحا بقدوم عروجه. هذا سعد بن معاذ رضي الله عنه يعرج يعرج إلى السماوات يعني روحه يعرج إلى السماء الدنيا ثم إلى الثانية هكذا 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 إلى العرش. إذن بسبب قدوم روح سعد بن معاذ رضي الله عنه فرح العرش فرحا شديدا. هذا هو اهتزاز. نعم. وإعلاما للملائكة بفضيلته وموته. كذلك العرش ماذا فعل؟ نعم. هو أراد أن يعلم الملائكة بفضيلة سعد بن معاذ رضي الله عنه. ما شاء الله. كان العرش يعلم فضيلته. كان العرش يعلم فضيلة شرف سعد بن معاذ. نعم. لما أن الله جعله فيه تمييزا أدرك به ذلك. قال كما قال تعالى وإن منها وإن منها لما يهبط من خشية الله. فإذا كيف هذا العرش تحرك فرحا كيف فرح وتحرك وعلم؟ لما أن الله جعله فيه تمييزا. الله تعالى جعل في العرش تمييزا قوة التمييز. أدرك به ذلك كما قال تعالى وإن منها لما يهبط من خشية الله. إن منها معناه إن من الحجارة في هذه الآية آية سورة البقرة 74 هناك قسم على الحجارة إلى أقسام منها هذا يهبط من خشية الله. إذن هذا تمييز يدرك بتمييز الحجارة ثم يخشى الله تعالى. قال النووي رحمه الله هذا القول هو ظاهر الحديث وهو المختار أي لأنه جسم يقبل الحركة والسكون والإدراك. يعني هنا لبعض الشراح في بيان المراد بالاهتزاز قول آخر غير هذا ردا عليه قال ابن حجر الهيثمي رحمه الله هذا ونقل
قول الإمام النووي رحمه الله تأييدا لما قاله أولا. نعم. ثم وبه قال حدثنا أحمد بن عبدة رضي الله عنه، عبدة اللبي رضي الله عنه، وعلي بن حجر رضي الله عنه غير واحد، قالوا أخبرنا عيسى بن يونس رضي الله عنه عن عمر بن عبد الله رضي الله عنه مولى غفرة رضي الله عنه قال حدثني إبراهيم بن محمد رضي الله عنه من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله. هذا حديث قد سبق في الباب الماضي، في الباب الأول. وقال يعني في هذا الحديث الطويل، قال بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أو خاتم النبيين. هذا سبق هذا الحديث مع شرحه أيضا. نعم. وفيه أيضا بيان محل خاتم النبوة من جسده الشريف. نعم. وهذا القول من علي رضي الله عنه يشير إلى أن الخاتم بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم علامة لخاتم النبوة ليس للنبوة كما كان لسائر الأنبياء، كان لسائر الأنبياء علامة نبوتهم في أيمانهم، نعم، في أيديهم اليمنى. أما هذا خاتم النبوة، هذا هو السياق يقتضي بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبي. وبه قال حدثنا محمد بن بشار رضي الله عنه قال أخبرنا أبو عاصم رضي الله عنه قال أخبرنا عزرة بن ثابت رضي الله عنه قال حدثني علباء بن أحمر اليشكري رضي الله عنه قال حدثني أبو زيد عمر بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد أذن مني فامسح ظهري. هكذا أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر عمر بن أخطب أذن مني يعني أقرب مني، أذن مني فامسح ظهري، فمسحت ظهره ووقعت أصابعي على الخاتم. قلت وما الخاتم؟ قال شعرات مجتمعات. يا أبا زيد هكذا ناداه، ثم أمره أن يقرب منه، أن يدنو منه، هذا قوله أذن مني، فامسح ظهري، أمره أن يمسح ظهره. نعم. فمسحت ظهره. لماذا كان هذا مسح الظهر؟ ممكن لعارض من تعب أو يعني ألم وهكذا شيء، أو يعني تبريكا له، تبريكا له كيف بركه بالإذن لمسح جسده الشريف بيديه، هكذا يمسح، هكذا كان تبريكا، إما هكذا أو هكذا. ثم لو كان هذا المسح لأجل عارل فالبركة موجودة. نعم. فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم. قلت وما الخاتم؟ قال شعرات مجتمعة، يعني كما قلت حول هذا الأثر من قطعة اللحمية شعرات محيطة به. هذا هو. إذن هذا عمر بن أخطب رضي الله عنه وصفه أنه مسه، وقعت أصابعه على الخاتم. ممكن يكون هذا فوق الثياب أو بدون ثياب لا بأس، والذي سبق يعني رويته. إذن هذا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون في بعض الأحيان يكشف ظهره، يكشف ما بين كتفيه حتى يرى بعض أصحابه هذا الخاتم. هذا الخاتم كما قلت مما يعلمه أهل الكتاب من علامات النبوة. إذن في إظهار هذا الخاتم مصلحة، ممكن من يعلم ويرى هذا يؤمن،
وكذلك مكتوب هناك باللحم نفسه محمد رسول الله، كذلك الله واحد لا شريك له، توجه حيث كنت فإنك منصور. نعم هكذا يعني مكتوب، من يقرأ هذا الكتاب ممكن هو يؤمن، ففي كشف خاتم النبوة وعلى ظهره هذه المصلحة، لأجل ذلك كان يكشف في بعض الأحيان. نعم. ثم حديث آخر، وبه قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي رضي الله عنه قال أخبرنا علي بن حسين الحسين بن واقد رضي الله عنه قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة رضي الله عنه قال سمعت أبا بريدة رضي الله عنه يقول جاء سلمان الفارسي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا سلمان ما هذا؟ فقال صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال فرفعها فجاء الغداء بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال ما هذا يا سلمان؟ فقال هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ابسطوا، ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعما، فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه، فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله أنا غرستها، فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. هذا حديث أبي بردة رضي الله عنه، جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة، حين قدم المدينة يعني هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، بعد ذلك يوما من الأيام جاء سلمان الفارسي بمائدة عليها رطب، هذا مائدة سفرة الطعام، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما يا سلمان ما هذا؟ فقال صدقة عليك وعلى صحابك، ونوى أن يجعل هذا الرطب صدقة على رسول الله وعلى صحابه، فقال ارفعها صدقة يعني زكاة، هذا زكاة، فقال لا نأكل لا نأكل، ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة، قال فرفعها هكذا ارفعها عني. نعم. في رواية الطبراني وأحمد قال لأصحابه كلوا وأمسك يده، هكذا ممكن وضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذن هذا قال لا أكل ارفعها، فإذن هو رفع ووضع أمام الصحابة، إذن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلوا منها. نعم. فإذن هكذا يجمع بين الروايتين، لا نأكل لا نأكل، أراد نفسه فقط، وكذلك وقرابته من مؤمني بني هاشم والمطلب، هؤلاء يعني بنو هاشم ومطلب هم الذين يحرم عليهم الصدقة، فإذن لا نأكل بضمير المتكلم للجميع أراد نفسه وهؤلاء القرابة، الصدقة الصدقة يعني هذا الصدقة حرام على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، على آل النبي صلى الله عليه وسلم، عند الشافعية الآل هؤلاء يعني مؤمن بنو هاشم والمطلب. نعم. وكذلك يحرم عليهم كل واجب كالكفارة والنذر وهكذا كل واجب حرام، ثم فجاء بمثلها هكذا هو رفع من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء الغد بمثله، في اليوم الثاني جاء الغد بمثله عندئذ، فقال سأل نفس السؤال. نعم.
فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا سلمان؟ فقال هدية لك. يعني هذه هدية، يعني هذا عطاء على طريق التكريم الإكرام، فإذا هذا جائز. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وبسطوا، بسطوا يعني البسط المد، فإذا هذا أمر للأكل وأخذ الطعام الرطب من هذا. وبسطوا أيديكم يعني مدوها لتناول ما جاء به سلمان الفارسي رضي الله عنه هكذا. فإذا الصحابة أكلوا والنبي صلى الله عليه وسلم أكل. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممكن سلمان الفارسي قام خلفه تأدبا منه. إذن نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به. ممكن هذا يكون السر في جعله في على ظهره، يعني في ورائه، لم يختم على صدره بل ختم على ظهره. لماذا؟ الناس يعني يقومون وراءه صلى الله تعالى عليه وسلم تعذبا منه، فيمكن يمكن لهم أن ينظروا ويشاهدوا هذا الخاتم ويقرأوا ما كتب فيه هكذا بطمأنينة وسكون هكذا، بدون خوف ولا حياء ولا خجلة هكذا. لو كان في الأمام هذا من هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيعون أن ينظروا ولا يستطيعون أن يقرأوا ولا يستطيعون أن يتمتعوا وأن يراقبوا هكذا يكون. نعم. وكان لليهود فآمن به. هذا بلال سلمان الفارسي رضي الله عنه كان لليهود، كان لليهود معناه كان رقيقا لبعض اليهود، كان رقيقا لبعض اليهود فاشتراه، يعني فاشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان الفارسي بكذا وكذا درهما. ماذا أراد بالشراء؟ الكتابة والمكاتبة، يعني كان سببا لكتابة سيده اليهودي له بذلك حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كان سببا لكتابة سيده اليهودي له بذلك بكذا وكذا درهما. كم كان هذا؟ 40 أوقية من فضة. ثم فيعمل على أن يغرس لهم. من يغرس؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرس، هذا هو الشرط. طلب النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود أن يكتب الكتابة مع سلمان الفارسي، لهم شرطوا أن يغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم نخلا لليهود فيعمل سلمان فيه حتى تطعما. نعم، حتى تطعما. تطعما معناه يوكل ثمرها، ولا يوكل إلا إذا أدركت من عامها الذي فيه. نعم. هدية لك. فآمن به. لماذا آمن به؟ لتمام العلامات وتكامل الآيات. يعني هذا سلمان الفارسي كان يعلم هذه العلامة، فحينما رآها وقرأ ما فيها آمن به. نعم. ثم إذن هؤلاء شرط أن يغرس لهم يعني لمن يملك سلمان، يعني لمواليه نخيلا ونخلا، أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى يطعم. هكذا رواية أخرى، حتى يطعم يعني حتى يثمر. لا، أولا حتى يطعم للبناء للفاعل، معناه حتى يثمر، هو يعمل إلى أين؟ فإذا هذا غاية للعمل. سلمان رضي الله عنه يعمل إلى متى؟ حتى يثمر يطعم. كذلك حتى تطعم أيضا رواية، معناه حتى توكل ثمرته، حتى توكل ثمرته، هذا معنى تطعم. نعم. ثم
بعده ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو غرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخيل أي إلا نخلة واحدة. إذن هم يعني أن يغرس لهم نخلا، إذن غرس يعني كثير إلا نخلة واحدة. فإذن هذه النخلة من غرس؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه غرس، فحملت يعني أثمرت. نعم. ثم عندئذ فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه، فحملت النخل من عامها في نفس العام، حملت النخل يعني بخلاف العادة، هذا بخلاف العادة في نفس عام الغرس لا تثمر النخلة بل بعد سنوات، لكن هذه المعجزة كانت مخففة لعمل سلمان الفارسي، يعني كان شرطا يعمل إلى إثمار النخلة أو إلى أكل ثمرة النخلة، إذن كان عليه أن يعمل سنوات على عادة النخلة وطبيعتها، لكن من نفس العام أثمرت، فإذن صار خفة وراحة على سلمان الفارسي رضي الله عنه. لكن إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه، فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة، يعني نخلة غرسها عمر رضي الله عنه هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها، فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني سائر النخلات أثمرت في نفس العام، لماذا؟ بسبب معجزة النبي صلى الله عليه وسلم وببركة يده الشريفة، وهذا هذه الخصوصية لا توجد في هذه النخلة الواحدة لأنه غرسها عمر رضي الله عنه، فنزعها وغرسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذن هي أيضا حملت من عامها. نعم. ثم فإذن فيه أيضا معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم في هذا الحديث بيان الله مولي خاتم النبوة نظرا إليه أو بسبب رؤيته آمن سلمان الفارسي رضي الله عنه. سلمان الفارسي رضي الله عنه كان من المعمرين، يقال إنه أدرك عيسى عليه السلام، كان من المعمرين جدا، أدرك عيسى عليه السلام يعني ولد في زمن عيسى عليه السلام. ثم وبه قال حدثنا محمد بن بشار رضي الله عنه قال أخبرنا بشر بن الولاح رضي الله عنه قال أخبرنا أبو عقيل الدورقي رضي الله عنه النبي نظرت رضي الله عنه قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خاتم النبوة، فقال كان في ظهره بضعة ناشزة. هذا سؤال عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يتبادر من هذا أن خاتم إصبعه، خاتم رسول الله يعني خاتم يلبس في إصبعه، هذا هو المتبادر، لذلك فسره بالعناية يعني خاتم النبوة، هذا الذي سئل عنه. فقال كان في ظهره بلعة يعني قطعة ناشزة يعني ناطئة بارزة، هكذا هذا المقدار. ثم وبه قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدامي الإجلي البصري رضي الله عنه قال أخبرنا حماد بن زيد رضي الله عنه عاصم بن الأحول رضي الله عنه عبد الله بن
سرجس رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ناس من صحابه فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي يريد فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان كأنها ثآليل فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ولكم ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. نعم هذا حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ناس من صحابه فدرت هكذا من خلفه يعني أنا من الدوران درت ثم من خلفه فعرف الذي أريد لماذا أنا ذهبت إلى ورائه هذا عرف النبي صلى الله عليه وسلم مقصودي يعني لماذا دار وراءه لأن ينظر إلى خاتم النبوة فألقى الرداء عن ظهره يعني كان مستورا بالرداء فإذا انكشف له هذا خاتم النبوة بإلقاء الرداء عن خاتم النبوة فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع الجمع يعني هذا يعني قبلة الكف هكذا قبلة الكف الجمع يعني بما سبق يعني شبهه ببيضة حمامة كذا كذا هذا يعني ليس يختلف بين الروايات لماذا ممكن هذا مقدار بيضة الحمامة هو أصل اللحم ثم يكون يعني حوله كان حوله هذا شعرات ثم نكة هكذا فإذا مجموع هذا يكون يعني مثل يعني قبلة الكف بعد لم الأصابع نعم هكذا حولها خيلان هذا خيلان خيلان أيضا جم خال النقطة والشامة في الجسد هكذا حوله والشامة يعني هذا نقطة سوداء حوله كأنها ثآليل ثآليل جم سؤلول سؤلول يعني الحبة التي تظهر في الجلد كالحمصة فما دونها هكذا يعني تظهر في الجلد هكذا حبة سوداء هكذا يعني حول الشعر نعم فرجعت حتى استقبلته أنا هكذا نظرت ثم رجعت إلى أمامه استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله يعني أدى الشكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء لماذا؟ لأنه كشف له ألقى الرداء عن خاتم النبوة شكرا له دعا له غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك من قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاب وقال ولك فقال القوم يعني هم فرحوا استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حل ونصيب وتوفيق صار موفقا مسعودا لذلك يعني القوم سألوا استغفرك لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حل منك نعم فقال نعم ثم قال ولكم فإذا من قال نعم إما هذا الصحابي عبد الله قال أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا يكون هناك التفات لو كان الضمير يرجع إلى عبد الله بن سرجس رضي الله عنه كان سياقا يقول فقلت نعم لكن هنا التفات ثم قال ولكم أيضا إما هكذا عبد الله أو سمع النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله نعم استغفرت لهم ثم قال هو لكم أيضا أنا أستغفر لكم أيضا أو الصحابي قال هو يستغفر لكم أيضا النبي يستغفر لكم أيضا لماذا هناك أمر من الله تعالى للاستغفار لجميع المؤمنين أولكم ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات نعم فإذا هذا استغفار ليس لهذا الصحابي فقط بل للمؤمنين والمؤمنات جميعا فإذا هنا استغفر لذنبك
كذلك غفر الله لك. هكذا يعني تعبيرات في النصوص عندها شبهة لبعض الناس، لكن لا داعي للشبهة. المغفرة يعني يكون إما حتى عن الوزر أو يعني زيادة في الأجر. نعم، استغفار يأتي بالمعنى هذا. مسح السيئة مغفرة، كذلك كتابة الحسنة أيضا مغفرة كلاهما. فإذا غفر الله لك يعني رفع الله درجتك. ثم استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. هذا النبي لا ذنب له ومعصوم. فإذا هذه مشاكلة لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، هذا مشابهة ومشاكلة. هذا يعني بديع في التعبير فقط، ليس الذنب مقصودا أو لازمه مراد. يعني لازم ما هو استغفار من الذنب يرفع الدرجات، فيكون اللازم مراده. نعم، هكذا ذكر العلماء تأويلات. نعم، غفر الله لك يا رسول الله، وأتى بذلك شكرا لما فعله صلى الله عليه وسلم معه من النعم الجليلة التي تلمنتها إلقاؤه الرداء عن ظهره حتى تملى بروية ذلك الخاتم. نعم، ثم ولقد حقق السبكي رحمه الله هذا المقام بما حاصله أن الآية يعني استغفر لذنبك، وكذلك هناك آية أخرى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فهكذا يعني تعبيرات بالنصوص. الإمام السبكي حقق هذا المقام بما حاصله أن الآية لا تحتمل إلا وجها واحدا، وهو تشريبه صلى الله عليه وسلم من غير أن يكون هناك ذنب. ليس هناك ذنب، ثم هذا معنى الاستغفار التشريف. وبين ذلك أحسن بيان وأبلغ، ثم قال وكيف يتخيل وقوع ذنب منه، كيف يتخيل، وما يندق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كيف يتخيل وقوع ذنب، يجب التأويل. وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على اتباعه والتأسي به في كل ما يفعله من قليل أو كثير، صغير وكبير، لم يكن عندهم في ذلك توقف. توقف يعني كل ما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعونه لا يتوقفون. هل هو ذنب أو هل هو يعني حسنة سيئة، هكذا ليس تردد عنده، بل كل ما يفعله صلى الله عليه وسلم هو مأمور به، هو وحي، هكذا كانوا. ولا بحث حتى توقف ولا بحث حتى أعماله في السر والخلوة يحرصون على العلم بها وعلى اتباعها، علم بهم أو لم يعلم. ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم يتبعونه أو لم يعلمهم أنهم يتبعونه، ومع ذلك كانوا يحرصون. وهذا إشارة إلى دليل عقلي بالتحقيق على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام السبكي وكذلك ابن حجر رحمه الله وأمثالهم من محققي أهل السنة هم يقولون رأيهم ماذا؟ أن الأنبياء معصومون من الخلاف الأولى، أيضا من المحرام، من كراهة التحريم، من كراهة التنزيه، من خلاف الأولى أيضا معصومون. فهذا خلاف الأولى من المنهيات. أما ما يقول بعض الأئمة بالنسبة إلى ما بالنسبة إلى تأويل بعض الآيات، هذا خلاف الأولى، خلاف الأولى فعله لذلك عتب الله سبحانه وتعالى إياهم بهذا الأمر، ذاك خلاف الأولى من المباحين ليس من المنهي، هكذا فرق. نعم، إن شاء الله سنواصل فيما بعد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والله ولي التوفيق.